بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام جميع الجزائر والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج الجزائر في الاول الناس اللي جاريين ستاريين اللي عايشين دي سمور تاكد الغربة. بونجور سالو تو لي الجيريان اي الجيريان كي فيفون في الجيري اي على لترونجي، لا شرقية لا غربية. الثقافة الجزائرية الزول ولا النزول، الزول ولا النزول. يعني اولا يا خوتي الحمد لله على اطلاق سراح الاخ امير ديزاد، لانه مناضل مناضل من اجل الامه الجزائري، من اجل الشعب الجزائري. وهو توجور يقول لكم ماني سياسي ماني الاخر، نهضر الصح ونهضر الحقيقه والاخر. يعني اليوم يا خوتي نهضروا شويه على ليستوار تاع البلاد وعلى لا سيفيليزاسيون الاخري، على نحكي لكم على هذا الشيء باش ما نديروش الغلطات اللي داروهم جدودنا. اللي داروهم جدودنا نبدا اولا بالمقوله تاع ارنولد جوزيف تومبي، اللي معروف عالميا ب يعني بالدراسات تاعو على الحضاره الى اخره. من قبله كان احد الجزائريين محمد طازروت الله يرحمه اللي شاف الدنيا حقيقه، راح الحضارات وراح كان يعرف لو شينوا لو ماندان، يعرف لو بيرس يهضر لو بيرس، يعرف الالمانيه. يعني راح بار لا بلي بار دي بي اللي عندهم الحضارات لي سيفيليزاسيون. هو لا في ان ليفر على الجزائر لالجيري دو دوما. كاين بزاف الناس ما قلنا لكم يا خوتي اللي يحب يشريه يقراه، موجود في الامازون amazon.fr. يدخل يكتب محمد طازروت يجيوه ومن بعد يشوف لو ليفر هذا. ما يسواش بزاف دوزور ولا ديزور ولا شحال، قادرين الناس كاع يشريوه ويقراوه، لانه منفعه للجزائر تاع الغد. وثاني ابري الاخ المرحوم محمد طازروت كاين الاخ مالك بن نبي اللي غطاوه اللي كيما يقولوا انفاوه الى اخره. يعني اكبر نفي يا خوتي، ليس النفي تاع البلاد تروح تهاجر البلاد ولا لا لا، هو ان الناس ينساوك. هذا هو النفي الحقيقي، ينساوك. مالك بن نبي في هذاك الوقت سيبهم دينو جماعتهم كاع كيما راهو محاوه كاع، بورتون كان عايش والاخر يمد. هادو علاه نقول لكم هذا، لانهم مفكرين احرار. انا ما نشوفش الايديولوجيه تاعو ولا الايديولوجيه تاع فلان ولا فلتان، لان الايديولوجيه تاع محمد طازروت وملك بن نبي ماشي كيف كيف. ومن بعد ابري يجي المرحوم اللي ما يعرفوهش الشباب الجزائري ليومنا هذا، وما عنده الا مقولات يعني دي ذكري. ودرت الاخ فضي البومان عندها شحال، وقلت درت نداء يجيب لنا القصيده هذيك اللي دارها في التلفزيون اليتيمه باش يعرفوه الشباب الجزائري، وهو محمد حموده بن الساعي، وهو من بلاد شاويه. هو باتني يا خوتي نهار شتو، والله يا خوتي عباك بكيت، والله غير بكيت. لان علاش تشوف مفكر جزائري يموت منسي. هذا كما قلت لكم، هذه هي الغربه الحقيقيه. لان الاشخاص اللي جاوا هذو الاشخاص المرتزقه اش بريسيس سو سون دي ميسيونير، هاد الاشخاص جاوا لتحطيم الجزائر. وهذه نبدا بالمقوله تاع جون ارنولد جوزيف تومبي، وهو الانجليزي اللي مات في 75. واش قال؟ سمعوا مليح يا خوتي، سمعوا مليح. قال لي سيفيليزاسيون مورون بار سويسيد نو بار لو مورت. واش معناتها لي سويسيد هذايا؟ لي سيفيليزاسيون اللي ماتوا كاع بار سويسيد، بالحكام تاعها طيح لا سيفيليزاسيون تاعهم. لان الجزائر في 1500 والاخر كانت قوة إقليمية جبريسيس. شكون حطموها ناس الحكام هادوك، مصطفى باشا اللي كان خائن وسموا لوبيتال مصطفى باشا على اسمه. شوفوا هنا، يعني احنا نهضروا كما قلنا لكم يا خوتي مانيش مؤرخين، لكن نطلعوا شوية غير شوية. هاد الاشخاص هادوما
ils sont venus pour يعني 1500 غير بور بروفيتي على دار الأمة الجزائرية بهذاك الوقت. ومن بعد جاونا لي ترك بعض الأشخاص، لأن احنا دوكا نهضروا على المواقف، ما ناش نهضروا على الراسة ولا الأصل ولا الفصل ولا ما على باليش، نهضروا على المواقف. لي ترك يا خوتي إلزيتي كونتر لانديبوندونس تاع الجزائر فلوني في 1956 جكروا، نهار دخلت القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة وقت 58 هذوك جوايا، يعني ما طلعناش بزاف في هذا. كانت ضد لا في لو فيتو كونتر لانديبوندونس دو لالجيري، هاد الأتراك هادو من يقول لك الأتراك، يعني واش حبيت نقول لكم الايديولوجيات اللي حبوا يجيبونا الايديولوجيات، يقول لك هو اردوغان اسلام واش دار البلاد والاخر، لا لا، اردوغان ليس اردوغان، اللي موراه مفكر. شكون هذا المفكر؟ طيب اوغلو، اللي كتب كتاب في الجوه تاع 90 الى يكري ان ليفر واسمه لا استراتيجي دو لا تركي اون لون 2000، موجود الا بالانجليزيه وبالتركيه. ومن بعد اردوغان هو اللي راح ليه وجابوا للحزب تاعو الى اخره، باسكو لو استراتيج تاع لا تركي هذا هو. كاين بزاف الناس يغلطوا، وهذيك الشخصيه يخرج للشعب ولو هذه مليحه، ما قلناش اما لا لو كان تبعوا هايداك. دو لوتر كوتي في الامريكا لاتين كاين احد رؤساء العالم لو بلو بوفر بريزيدون او موند تاع الاوروغواي، عنده صفات ايش بريسيز، لازم الانسان يفهم، عنده صفات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، صفات تاع عمر ابن الخطاب، فقير، عنده ايركات، سمعوا مليح ايركات، هو مخية ولا واسمو البريزيدون تاعهم، راح لوبيتال يدير لاشان مع الشعب، ما يسحقش لي غارد كور، لان هذاك اللي يدير لي غارد كور سرق امه تاعو، سرق الامه. يعني نمدو لكم هاد الامثال هادوما. ومن بعد الجزائر تخدعت، علاش تخدعت؟ جاو الناس استغلوا الوضع تاع تاع لا 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 54 ابري جات لابلويت هذاك واحد الكابيتان الى اخره. بعض الاشخاص يقول لك احنا نهضروا تاريخيا، ما ناش نهضروا على فلان ولا فلتان ولا، نهضروا تاريخيا. يعني كاين مندسين في الثوره الجزائريه، ومندسين هادوك لو كان صح ما كاش المندسين، ها المدين بريف برك، لو كان صح ما كاش المندسين، كيفاه يا عجب تربي احد زعماء الثوره الجزائريه واحد كبار زعماء محمد بوضياف الله يرحمه، اللي كتب كتاب اللي معروف اوفا لالجيري، والكتاب هذا عندنا هاوليك يا خوتي تاع المرحوم محمد بوضياف، هو اللي كريا اول حزب سياسي معارض في الجزائر، اول حزب معارض في الجزائر، واسمه لو بارتي دو رونوفوليسيون التجديد ولا ما على باليش والله اعلم يا خوتي. ابري يجي حزب الافافاس، الافافاس دل حسين الله يرحمه اللي يتهموه ناس الى اخره، يعني ما ندخلوش في الغموق هادو، يعني نفس الممارسات. واش حابين نقول لكم؟ هاد العصابه هادي لي فوايو هادو نفس الممارسات، باسكو ايزون لي زورد تاع ولادهم، يعني باباهم الكبير فرنسا تمد لهم لي زورد، نفس الممارسات. فرنسا يا خوتي اللي زعماء الجزائريين ما راحوش عاشوا فيها، امثال دل حسين الله يرحمه، امثال محمد بوضياف الله يرحمه، وكبار معارضين، واخيرا من اكبر، يعني نقولوا من اكبر معارضين الاخ العربي زيتوت، ماهوش عايش في فرنسا وعايش في الانجليز، لان على بنهم هاد المعارضين، لان فرنسا
تخدم مصالح هاد الاخر العصابه. ولا بروف الاخ امير ديزات اداوه للحبس على جال فيروش، يعني السبه هذيك باش ينحولوا التليفونات يلقاوه هو هدرها يا اخي. شوفوا يعني حقيقه ولاد فرنسا. وهذا لو ليف تاع دا الحسين الله يرحمه لا غير اي لا بري غير، هاوليك لا غير اي لا بري غير، يعني كان عنده ان استراتيجي ابري لا غير واش راح يدير في الجزائر. ومن بعد نهضر على الفلاسفه يعني بالخفيه خاوتي باسكو ما عندناش الوقت سمحوا لي برك. هذه تاع محن تازروت ليستوار دو لا بوليتيك دو نورد دافريك، هاوليك هذا شريناه في الجزائر، موجود في الجزائر يعني اللي قادر يشوفه. وكاين مانيفيست كونتر لو راسيسم كما قلت لكم البارح محن تازروت اللي كتبوا بريزونطاسيون اي بريفاس تاع الاخ فضيل بومالا المفكر الجزائري، مفكر يعني حر كما يقولوا. ولو بلو امبورطون ليفر اللي الناس ما يعرفوش بزاف هو الاخ لونيس عقون، ونزيد نعاود لا كولوني فرونسيز اون الجيري 200 طون دينوفليابل رابان اي كوبارت، هاوليك الاخ لونيس عقون اللي هضر ريجيما في كلش ريجيما كلش. يعني اليوم يا خاوتي نهضر بوركوا نقول باللي قال كيما قال جون تومبي، قال لك لي سيفيليزاسيون نمرو با بار سويسيد مي بار مورتر بار لو سويسيد، لان الشعب والامه تحب الديمقراطيه والحريه، الحكام هما يفون لافير يعني يقتلوها الى اخره. راكم تشوفوا لي هاد الناس اللي رشحوهم الى اخره، جامي شتها في العالم يا خوتي، اي جامي في لو موند في لو موند. هادو عندهم لي غارد دو كور تاع من اليس من الشرطه ولا المخابرات الجزائريه، عندهم كاع كيما راهم هادو الخمسه هاد. يعني معناتها انهم هاد الخونه الامه دايرين في بالهم كي يروحوا يديروا يعني زعما لي كومباني، يقول لك كومباني الكترال تاعهم، دايرين في بالهم باللي الشعب راح يدربهم، يعني مازالهم في العقليه والام الجزائريه اي تبرهن للعالم انها امه سلميه. قتلناهم بالسلم سلميه الى اقصى المدى. اذن هادو العصابه هادي وهادو الخمسه من بينهم من العصابة، لأن قلنا جبنا لكم الاستوار يعني اون ريزومي، ماشي باسكو الاستوار الجزائري باش تحكيه من 1830 62 أي قرون وقرون قرن و 30 سنة باش تحكي، يعني الإنسان ما يقدرش يعيش قرن و 30 سنة اون ريزوم الاستوار. وهاد الأشخاص هادوما عمرهم مش بريسيس إيزون جامي يو بيوغرافي. شوفوا الزعامة المرحوم محمد بوضياف عنده لا بيوغرافي تاعو، عنده ان ليفر يعني مفكر. دا الحسين الله يرحمهم كاع هادوما عنده ليفر وكتب، يعني سي بور سي يقولوا لي بارول سون فول لي زيكري ريست لي زيكري ريست، هما ايزون ليسي بور لا جونيس الجيريان لوغز ايدي، خلاو للأمة الجزائرية لزيدي توحهم ولزيدي توحهم ضد الدكتاتورية ضد الجهوية ضد الريجيوناليزم والتريباليزم اللي خلقوه ولاد فرنسا. ومن بينهم هاد الجنرالات اللي موجودين الآن حاكمين نيفو كاتريام يا خاوتي، يحكم بلاد تاع 40 مليون ويحكموا البلاد واش فيها تحت الأرض، وزادوا حكموا واش كاين فوق الارض، البترول والغاز والذهب والفوسفات والالومنيوم الى اخره. اذن هاد العصابه يا خوتي باش تروح لي فايو هادو الا بديزوبيسونس سيفيل لا يمثلونا، لي زومباساد اللي حطوهم هما لا يمثلوا الامه الجزائريه، لم يمثلوش لأن في الغربة
الأمة الجزائرية بيناتهم هما اللي لموا كي يموت واحد جزائري، والأمباسات تاعهم لولادهم الخونة كيما داروا خاوتنا في إسبانيا الأخ محمد بن حليمة الله يذكره على خير. يعني واش داروا؟ موقف حر، أن هادو خانوا الأمة كيما مرت بالخبيث هذاك الجنرال واسمو هذاك تاع اللي حاكم لا جوندارميري، هادو جاي يتحاسبوا ان شاء الله، ولادهم يتحاسبوا ونهار يموتوا الله لا يرحمهم ما يدفنوش في الجزائر. لو كان تكون ثورة حقيقية، يعني من هي ثورة حقيقية، يجي راجل حقيقي ما يدفنوش في الجزائر، ils auront pas la chance d'être enterrés en Algérie. ارمي الحوت لانه خانوا الامه. هذه هي الثوره اللي نسحقوها احنا، الجزائر للجزائريين والاحرار. وان شاء الله غدا ماشي غدوه كما قلنا عندها 10 سنين وحنا نهضروا، الجزائر للجزائريين، الجزائر موحده من شمالها الى جنوبها، من غربها الى شرقها، الجزائر للجزائريين، وتحيا الامه الجزائريه اينما كانت، وتحيا الاحرار، والسلام عليكم يا خوتي.